أول ما نبدأ به كما جرت بذلك عادتنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه، سائلين ربنا أن يديم لنا نعمه وأن يعيننا على القيام بواجب شكرها. أود أن أحمد لكم الله سبحانه وتعالى كذلك بالسلامة بالرجوع من عطلتكم التي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها ونلتم قسطا من الراحة يسمح لكم بأن تنطلقوا من جديد يعني بعزيمة يعني أكيدة ورغبة صادقة وقوية في إنجاز ما ينتظره منا شعبنا وما عبر عنه جلالة الملك كأهداف حقيقة كبرى. لعل بعضها أن نبذل المجهود ليلتحق بلدنا بالدول الصاعدة اقتصاديا، وأن نحاول أن نرجع التوازن إلى المجتمع في موضوع الثروة. ولعمري لقد اعتبرت هذه التوجيهات الملكية يعني هدية يعني طيبة وتوجيها نيرا للحكومة و يعني تشجيعا لها على السير في هذا الطريق الذي يعني تحاوله بصعوبات حقيقية، ولكن في كل مرة ولله الحمد نتمكن من التغلب عليها. أعتقد أنكم جميعا تلاحظون أن وضعية المغرب في التنقيطات الدولية ما فتئت تتحسن منذ مجيء هذه الحكومة. يعني في آخر الأيام يعني جاء تنقيطان للمغرب، الأول متعلق برفع وضعية المغرب من يعني وضعية سلبية إلى وضعية مستقرة، وهذا إيجابي ومهم جدا من قبل مؤسسة لم يعني ليس لنا معها علاقات مباشرة، هي تنقطنا من بعيد بإمكانياتها الشخصية. وكذلك تقدم يعني وضع يعني بلدنا من 77 إلى 72 في تنقيط مؤسسة أخرى WEF إذا كنت أذكر. المهم فليبحث المستمعون عن التفاصيل. المهم عندنا هو أنه ما فتئت، ولكن أريد أن أقول لكم أن كل هذه المؤشرات المطمئنة بالنسبة إلينا لا تعتبر إلا بدايات، يعني نريد أن يصل جهود نهضتنا الاقتصادية إن شاء الله الرحمن الرحيم كما دل على ذلك جلالة الملك إلى آخر مواطن في المجتمع، أن يصله نصيبه منه وحقه منه. وبطبيعة الحال يرافق هذا كثير من الأمور المؤسفة والمحزنة كاستمرار فواجع حوادث السير التي لابد كذلك أن نبذل مجهودا يعني التقليل منها إن لم يكن من الممكن القضاء عليها نهائيا، وما تؤدي إليه من وفيات تخلق مآسي في الأسر و يعني بعض الحوادث التي تقع في الإجرام وفي قضايا أخرى. ولكن الحمد لله لا شك أن الجميع مقتنع اليوم أن مسار المغرب يعني يسير في الاتجاه الإيجابي. ربما كذلك هنالك مفاجأة سارة لا تنتظرون أن أذكركم بها، وهي أن بعض الصحف التي ألفت أن تهاجمنا وتنتقدنا بدأت ترجع إلى الموضوعية نسبيا، فهذا يمثل نوع من يعني الإنصاف الذي نرجو أن تلتحق به. بطبيعة الحال هنالك صحفيون ميؤوس منهم وصحافة ميؤوس منها ولا ننتظر منها شيئا، ولكن نحن لا نطلب أي صحيفة أن يعني تقوم لنا بالدعاية والإشهار.
كل ما نطلب منهم أن يكونوا منصفين. وأكبر دليل على ذلك أنه يعني اتخذنا قرار بمرسوم بقانون حول تمديد سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الذين سوف يغادرون هذه السنة إلى نهاية السنة الدراسية. بمعنى آخر أنه واحد الأستاذ اللي غادي يجيه التقاعد في شهر 4 كنقول له الله يخليك ما تمشيش في شهر 4 وتخلي لنا 120 ديال التلاميذ على الأقل بدون أستاذ، وبعض المرات 180 ديال التلاميذ لأن الأستاذ كيقرر من 4 حتى 6 ديال الأقسام، أو المدرج فارغ اللي تكون فيه المئات ديال الطلبة، خليك معنا حتى النهاية ديال يوليوز. هل وصل الحد بالأساتذة المغاربة إلى أن يبخلوا علينا ببضعة أشهر نطلبها منهم لكي لا تبقى الأقسام فارغة؟ هذا يعني إجراء كان خاصه يتخذ هذه سنوات طويلة، وأعتقد أن الأساتذة سوف يتجاوبون معه. لا يضرني الذين انتقدوا الإجراء، يضرني الذين حاولوا إيهام الناس بأنه هذا تمديد لسن إلى 65 سنة. أجهل بقراءة النصوص القانونية، أم هو يعني أمر دبر بليل كما نعلم أنه يقع في هذا العالم الموبوء مع الأسف الشديد للذين يعيشون بهذا النوع من الأخبار الزائفة؟ التاريخ سوف يحكم على كل هذا. أريد أن أقول السيد الأمين العام المحترم، أريد أن أقول بأن الزبان قد تغير، وأن الفجر قد صعد، وأن النهار قد طلع، وأن بعض الناس ما زالوا يعتقدون أنهم يعيشون في عتمة الليل، والحقيقة أن كل ما يفعلونه مكشوف، وأنهم لن يصلوا إلى شيء، وأن المغرب لن يتراجع، وأن الأهداف التي سطرها لنا جلالة الملك إن شاء الله الرحمن الرحيم ستتحقق إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولنتوكل على الله.